معايا مداخلة من الكاتب الصحفي إيهاب عمر ليطلعنا عن مزيد من التفاصيل وكيف رأى ما يعني هذه الكلمات وهذه الرسائل من السيد الرئيس وكلمة مصر. الكاتب الصحفي إيهاب عمر، أهلا بك، تفضل. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهم حاجة تشار إليها السيد الرئيس النهارده كلماته اللي هي كلمة تاريخية في كل المقاييس، هي كلمة أن سياسة حافة الهوية والحلول الأمنية والعسكرية لتكون نافعة في تأمين أي مصالح. يعني السيد الرئيس بيتحدث للغرب لغته، لغة المصالح المشتركة ورفض فكرة حافة الهوية اللي هي ليها فوضى الخلاقة ومحاولة نفس نموذج لا دولة تواجه نموذج الوطنية دخول تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية ومحاولة تقديم الفوضى في المنطقة وصناعة حرب إسلامية. يعني ده اللي الغرب أصلا بيحاول يعمله 7 أكتوبر إلى اليوم، فكرة إن يكون في حرب يعني إقليمية في الشرق الأوسط تؤدي إلى مكاسب لرأسمالية الكوارث وبزنس الحروب. فالنهاردة السيد الرئيس يعني بيتحدث مع الغرب إن هذا النموذج لن يجد نفعا مع مصر قبل ما يكون نفعا مع القضية الفلسطينية. وأعتقد أن يعني أبسط يعني اطلاع على المشهد العالمي بيوضح أن أمريكا خسرت بالفعل الكثير جدا على ضوء المشهد الجاري في الشرق الأوسط. يعني كفاية أنت فضت الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية وتباعد اللي حصل بين الجاليات العربية والإسلامية من جهة والإدارة الأمريكية، بل وحتى النخبة الأمريكية الحاكمة بين جناحها الجمهوري والديمقراطي، عشان نفهم كيف ان الولايات المتحده خسرت كثيرا جدا بمحاوله تخلقها في المنطقه او نموذج الدوله مقابل الدوله الوطنيه. كلمه السيد الرئيس النهارده يعني كعادته دائما عاده بتبقى كلماته هي مسوده العين الختامي لاي قمه سيادته بيحضرها سواء كانت عربيه او اسلاميه وحتى في كثير من المحافل الدوليه. واشاره لفكره انه لازم يكون في يعني مستقبل مشرف لكلا الجانبين هنا، ونوضح ان احنا دوله بنظل الله كثير بالمعاهدات اللي احنا التزمنا بيها زي معاهده السلام، واحنا لازم نتعاد حروب على عكس الجامعه الاخرى اللي من اليوم الاول عندها اجنده واضحه وبنك اهداف واضح تعال المنطقه. تمام. طب يعني يمكن بس سريعا جدا يعني حضرتك يعني كلمة السيد الرئيس وهو يعلق على المجتمع الدولي ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وأيضا يعني يرى السيد الرئيس بأن المجتمع الدولي والنظام الدولي بشكل عام في اختبار لا مثيل له، كيف ترى هذا؟ هو يضع أمام مسؤولياته وفي نفس الوقت هناك انتقاد بأنه لا يوجد سياسة وهناك اختبار كبير. صحيح، يعني هو السيد الرئيس تحدث ان هناك اراده دوليه لانفاذ القانون الدولي في الازمه الحاليه، يعني السيد الرئيس بيتحدث ان في تواطؤ غربي علني واضح مع الاحتلال في فلسطين المحتله. هنا يعني زي ما تفضلت حضرتك اكثر من مره فكره وضع المجتمع الدولي عن مسؤولياته، لان فكره انك تبقى دوله ليك عضويه ثابته في مجلس الامن او دوله بتطلق على نفسك دوله ليه مسؤوليات، وحينما لا هذه مسؤوليات انت تسقط عن نفسك هذه الصفات، وده سبق وده في يعني تبعات مهمه في القانون الدولي، وبالتالي المجتمع الدولي بتخذله وتواطؤه فيما يجري على يد الاحتلال الاسرائيلي، بل انه في كثير من الاحيان بعض الدول على راس الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا في الواقع الامر مستفيدين من بنك الاهداف اللي اسرائيل بتحاول تنفذه. فبالتالي في هذا المشهد المجتمع الدولي حينما هو عمدا عن تطبيق القانون الدولي هنا تحدث مشكله داخل هذه الدول وامام هذه الحكومات. احنا شايفينه النهارده ان امام اكبر موجه عالميه من المظاهرات في عواصم اوروبيه امريكيه ضد هذه الحكومات التي تواطأت مع اسرائيل في هذا الامر. صحيح، ستظل الشعوب يعني ربما الشعوب هي التي تحقق الإنسانية، ولكن الأنظمة والمجتمع الدولي نراه فعلا في اختبار حقيقي. الكاتب الصحفي إيهاب عمر، أشكرك شكرا جزيلا.